اليوم رمضان الحمد لله بدنا نقول رمضان كريم. رمضان هدور فيديو قريب عامله برمضان. واو سو بدي اقول رمضان كريم على الجميع. ان شاء الله يكون هالشهر شهر حلو وكتكوت. ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم الصحه والعافيه يا رب. انا بعرف احكي كلمتين ما بعرف تطلع مني احكي. سو حبايبي اليوم بهذا الفيديو جايبت لكم شخص لك اكثر شخص بيطالع على الحماس بقناتي كلها. لا اصرفيني بطير هذا الشخص اللي حبيت. طب خبرينا انت شو بدنا نعمل اليوم. اوكي اليوم بهذا الفيديو شو رح نعمل. اوكي عملت هالفيديو من شي سنه بالصيف من شي 8 شهر 9 شهر مع نارين وسدرا. هاي سدرا اذا ما بتعرفوها. قررت اعمله مره ثانيه بس مع ام السوس ومن دون نارين لانه اليوم بدنا نشوف كمان فيديوهات نارين. حبينا شوي نتونس فيديوهات. نفتح اليوتيوب. سو قبل ما بلش الفيديو بدي منكم تحطوا لايك تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد يلي حنزله برمضان هلا هالشهر. وكمان اشتركوا بقناه ام السوس لانه رجعت لكم سدرا بخوي. كل مره بقولي والله ما بدي ارجع. انا بدي ارجع انزل على اليوتيوب لانه هاي فقر الحديد الباب. سو بدي افوت على قناتي اول شيء لنفوت اول شيء على فيديو انا عملته من 4 سنين. هالفيديو هو من المفروض يكون مقلب بسدرا وكان بيوم رمضان. انا بهالفتره ما كنت صوب بس الحمد لله هذا الشهر قررت صوب هالفيديو. عم بصوره الساعه 10 بالليل. سو من شيء ساعه ونص فطرنا. فطرنا شو فطرنا؟ شيخ المحشي اللي حابب بيعرف. سو الحمد لله ان شاء الله بدي اكمل صوم هالشهر. اوكي يلا 1 2 3. هاي احلى جواهر بالعالم مثل ما وعدتكم. حبيبي جميلة جميلة. انا بس دايما بسال حالي هيك بدي اطلع شكل بنتي ولا شكلها بيطلع هيك مثلي؟ هلا هلا بطلع شكلها هيك لما تكبر بطلع شكلها هيك. ايه صح برافو. اصلا انه وصل الفيديو ل 40,000 لايك حاعمل على بسرعه والله ما شاء الله طفينا 40,000 لايك ما شاء الله. الله ما شاء الله. شريحة حلبية ببحر للي ما بيعرف شاف الفيديو القديم. وهلا ما شاء الله كنت كثير حلبية مستحيل. لا اسمع مرة ثانية. عامل على بسرعة وهلا ما شاء الله طفينا 40,000 لايك. وهلا حان الوقت انه معلم سرعة وهلا اللي عم تصورني وهي وراها تكون حشايبي بيقولوا شغلة انه البنت اللي كانت عم تصورني كانت سنة. شايفين المخ؟ حكي بلارا بنت عمتي ما كانت معنا لانه يعني ما بقدر اعمل لحالي. ما بقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر بعمل تجارب شيرين للطبخ وهي شافت الشيء تبعي تتذكري لما كنا نتقتل على البلوزه هي؟ اوه بس ليش هيك انا عادل؟ لا 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 ما بقدر. انا كنت بعرف ما اقول انت عم تصوريني كان عندي بعمل ورا الكاميرا. كان عندي سلسلة اللي اسمها تجارب الشريف بالطبخ. ما بنصحكم تروحوا تشوفوها وتتعلموا مني الطبخ او تعملوا اي طبخة انا كنت بعملها. بنصحكم تفوتوا على فيديو. حسيتني كنت كلمة مع الشعب ولا رح تساعدني. مني؟ موجودة ما كنت بقول لك. وتعملها سمعتها ما بعرف شو هي سمعتها فانه تطبشها كيف؟ تطبشها؟ ما بقدر انا ما بقدر. مش يعني تليحه كف على نية. وكمان بس اشتراك على القناه لا رح اقول لكم. تقول لا رح تقول لا شو كاتها بتصورنا نحن ما بنعرف. ما بعرف سنة جوزي بس سنتكور وهي البلوزه اللي ركبت. انت سمينه؟ لا كنت طويله. انا كنت اقصر من سدره. كنت طويله وكنت سمينه. انا بس شايف التليفون. كيف كنت كيف كنت اطلع معي؟ اوه ماي جاد. انا اكثر وحده اخذت جلو اب. صح معك حق. بعد العمليه ومن بعد جدية هون بدي اخبطها على بس الدوب لا ما شوي لا ما حامش حامش بدو اياه
شو هالمقلب؟ لا 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 شيري ما عم بشوف. لا لا حيك بقى شو درامك؟ شيري ما بتعلي بتضحلة شيري انا ما رح اقول اترك اليوتيوب لا بس انا لا شعر القوة شو عم تاكي شو عم تاكي شو عم تاكي شو عم تاكي صارت بياض الثلج وسترا نويل هكرت اليوتيوب شريف وين وردة هكرت اليوتيوب اوكي تعال لقي فيديو تاني هلا بدنا نشوف تاني فيديو بدنا نشوف تجارب شريم الطبخ احلى واحد بالعالم واهلا وسهلا فيكم في تجارب شريم في الطبخ ما تطبخ مثلا ابدا خلينا نعمل لكم فيديوهات طبخ من هلا ورايح وبعدها عم بطبخ وعم بجرب اعمل طبخات مثل كاسة ليمون انا عندي تلت مو كتير ليمون كاسة ليمون بس يعني حطها عينة وستين غرام سكر ايس كريم فور ايس كريم ايكونيك شيرت ايس كريم فور ايس كريم وهون عندي 30 غرام جوز الهند و بيكنج باودر بيكنج باودر فأنا شوي متوترة لأنه هذا أول فيديو لي بالطبخ بعمله فخلنا نجيب الآيباد سو كيوت كأنك صغير ايش بدي أحط هلا كسرت البيض هلا بدي أحط السكر واللي هو 150 غرام سكر ما كنت بعرف شو يعني 150 غرام شو كتر لا هاد ما كان 150 هاد ما كان ما بقدر ما بعرف شو كيوت شو لابسه لابسه فيزون ابيض وشرت وبلوزه ايس كريم فور ايس كريم ذات سو كيوت فهلا بدي اخذ هاي وبدي اخذ هاي ليه عم تقول يا الله طول الفيديو 20 دقيقة انا مستحيل اقدر اتفرج مستحيل اقدر حطي هذا الله يخليكي لوك بوك اوكي انا صورتك يا اوكي لازم نشوف لوك بوك هي اوتفيتات كوبي رايت ما بقدر لا انت نحن لما كنا ننشر فيديوهات على اليوتيوب كنا نكتب نو كوبي رايت بس سلخوني كوبي رايت من هون شو بعمل اوكي للي ما بيعرف انا كنت من زمان قال لي الدنيا اسعد سعيد سو بدي اشوف ماي ريل مورنينج روتين ايش في شو تعدي؟ ضبطت الكاميرا هي حاطة ميوزك لي اسمي شيلو 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 1 hour later هذا الفيديو ده اللي شايف هاي على النجمة هاي بتكون ماركة ما كان عندي ماركات غير هاي شعلة تفتكر والله Make me your.
فكره الحمار. شو فيديو هذا هيك على كل الفيديو، اتمنى تكونوا حبيتوه. اذا حبيتوه بس تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شيء. اشتركوا بالقناه لانه في فيديوهات نو اشتركوا بقناتي. ليش؟ لانه ارجع لهم القناه. انا برايي ما تتركوا تشتركوا عند قناه ام السوس، لانه انا حبطت الفيديوهات وحبطت الجزء كمان مع سيدرا. واو رمضان كريم.